لأن أوروبا مدركة أن هي أكتر من يتضرر من حالة عدم استقرار في مصر. لأنه هو بدأ يبقى فيه شعور أو يبقى فيه تقدير أن تركيا هتخرج خارج إطار أو خارج نطاق الدور المرسوم لها. مفضل مين الاقليه كانت عايزه توصل لحل زي مين مثلا؟ ما انا لما سالتهم عن المجلس العسكري قالوا لي السيسي زي ما قلت لحضرتك. المقابله كانت سخيفه جدا لانه هي بدأت أشتم بتقول انكم لازم تقبلوا بالامر الواقع، يعني الجمله الشهيره اللي احنا سمعناها من كل الناس بعد كده اول واحده قالتها اللي هي أشتم اللي هي يو هاف تو اكسبت رياليتي، يعني يجب ان تقبلوا الامر الواقع. فقالت لا، ما هو كان في حركه شعبيه ادت، فقلنا لها صح كان في مظاهرات وكده وده شيء طبيعي في اي بلد ديمقراطيه ومحدش تعرض لها باي شكل من الاشكال. أنا لا أقدم جديدا بأن أنا أستقيل، هو المكتب كله تقدم باستقالته إلى المكتب العام الجديد. أول زيارة يعني أنا فاكر خدت الوزارة يوم مثلا أظن 6/5 7/5 كنت في تركيا، يعني كانت أول بلد بنزورها. ده كان إيمانا بأهمية التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين، والموضوع ده استمر طول من الحكومة. كان من يعني أكتر سفير كان الواحد بيشوفه هو السفير التركي في هذا الوقت.